شو حضروا اللبنانيين على شاشة التلفزيون مثل اليوم بخمسين سينما. مثل اليوم سنة 2007 كان في على الـ LBC 8 و14، ونحن وعلى الجديد قربت تنحل، وعلى المستقبل المسلسل المصري يتربى بعزه. مثل اليوم من 20 سنة بسنة 1997 كان زمان عم يسأل على تلفزيون لبنان عن ارتفاع الأقساط المدرسية. وزارة التربية غير قادرة على ضبط موضوع الأسعار والأقساط. مثل اليوم من 30 سنة حضرتوا المسلسل المصري الحرملك على التقال، والمسلسل الأمريكي هانتر على LBC. مثل اليوم من 40 سنة عرض المسلسل اللبناني الحب الكبير مع أنطوان كرباج وألسي فرنينة، طبعاً على تلفزيون لبنان. وقبلها بسنة 1967، يعني من 50 سنة، اللي حضر تلفزيون شاف منوعات شرقية على CLT بتلت الخياط. مسلسل سر الغريب بطولة محمود سعيد ومحمد كبي على تيلي أوريان الحزمية. كانت هيدي برامج سهرة 22 أيلول بخمسين سنة مرقت، واللي ما شاف يخبر التاني.